إن شاء الله في هذا الدرس راح نتكلم عن بعض الأشياء التي تخص أمراض الكلى. عند وجود تاريخ عائلي للأمراض الكلوي تؤدي إلى قصور في الكلى، مثلا ممكن أن تنتقل هذه الحالة إلى الشخص السليم طبعا في نفس العائلة، والتأكد من سلامة كلى الطفل بإجراء فحص مثلا دوري للتأكد من سلامة الكلى، مثلا فحص البول للزلال على الأقل مرة بالسنة مهم جدا، كذلك التأكد من سلامة أشقاء الطفل المصاب بالجذور المثانية للحالب، ممكن يقي في الفترة القادمة من أمراض كلوية كثيرة. أيضا نسبة التكرار في الأشقاء تتراوح ما بين من 30%، وفي دراسة تقول أن تكرار الأمراض وانتقالها عبر الأشقاء 50% تقريبا. والطفل الذي له كلية واحدة يحتاج إلى متابعة للتأكد من استمرارية سلامتها، ويجب أن لا نهمل أيضا الحصى، لأن في بعض الكليات يوجد فيها داخلها حصوات صغيرة في بعض الأمراض ممكن يؤدي إلى فشل كلوي داخل هذه الكلية، فلازم وضروري جدا نستشير الطبيب الجراح كيفية إزالة هذه الحصى الموجودة في الكلى، من الضروري جدا ولا راح تسبب فشل كلوي في الكلى. أتمنى أنكم استفدتم من هذا الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.